أول إشي رسالتنا لرائد في البداية، إن شاء الله يا رائد إنك تكون بعزيمة وإرادة قوية، وإن شاء الله متمنى إنه صحتك كمان تكون قوية، وإحنا موجودين هون ومن أول وقفة لآخر وقفة إحنا معك، وإنت بتبلش الإضراب وإحنا بنكمله بصوتنا، وعزيمتك وإرادتك هي اللي بتقوينا، وإنت منتصر من أول يوم بلشت في الإضراب. أما رسالتي للشعب، الضمائر الحية ما بدها رسائل، والشعب الصاحي ما بيحتاج إنه نوجه له ولا نستنجد بهذا الشعب. إن شاء الله ما بتطول هاي القضية، وبنتصر رائد وجميع الأسرة والأسرة المساندين لرائد داخل السجون. إحنا بنستحي من قوتهم وعزيمتهم، إحنا الأحرار مش قادرين نعمل إشي، وهم المسجونين بيطالبوا بالحرية لرائد ورفاقه وجميعهم. رائد منهك جدا، يصارع في الموت، عنده مرحلة الخطورة الشديدة، لا يستطيع الحركة، يتحرك على كرسي متحرك، عنده حالات من الإغماء تقريبا كل ساعة، وعنده سخونة في الأطراف واليدين والرجلين والمعدة. أخبر الطبيب إن جسمه بدأ يتآكل، حتى النفس بصعوبة، يعني شو ظل فيها، هذه آخر المراحل تقريبا. أولا أنا بناشد الله سبحانه وتعالى، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، اللي كاتب ربنا بده يصير. ثانيا بناشد جميع المؤسسات الدولية والأهلية والسلطة، مؤسسة حقوق الإنسان، مؤسسة الضمير، الصليب الأحمر، يتدخل والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى ومساعدتهم، نشر قضيتهم على مستوى أعلى من هذا، لأني أنا في الوقفات ما بشوف حد، نهائيا ما بشوف حد. أيها العناوين، وخاطبوا الآن العناوين الموجودة على رأس الهرم، لا ننتظر منكم نعيا بالجرائد، فهذا مشروع شهادة نعتز به، وهذا الأسرى جميعهم مشروع شهادة. فنقول لكم قبل أن يفوت الأوان، لقد آن الأوان بأن تتحركوا، لقد آن الأوان، وكلنا أمل بأن تسمعوا صوت هذه الجماهير المنادية بالإفراج.